شهد اليوم مركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية مناسبة إعلان نتائج مسابقة التميز الصحفي التي حملت اسم الصحفي الرحيل جابا صالح، وذلك من قبل المجلس العالي للإعلام. المناسبة ترأس رئيس المجلس ديدونو جولاباي بحضور وزيرة الإعلام مادلين ألينجيه وعدد كبير من الصحفيين. أرجون محمد أحمد. جائزة التميز الصحفي في دورتها الثامنة للعام 2017، والتي جاءت تحت عنوان بناء تشاد كما نريد في ظل سلام دائم، وأطلقت جائزة هذا العام باسم الصحفي جابا صالح، وهو الرجل الذي ناضل من أجل حرية الصحافة، وهو شخصية إعلامية مرموقة وضع بصمة واضحة في الساحة التشادية. وبهذا الخصوص أكد رئيس اللجنة التنظيمية علي جبريل بأن جائزة التميز الصحفي لهذا العام لها طعم خاص، لأنها تحمل اسم الصحفي الراحل جابا صالح، مضيفا بأن هذه الجائزة تنظم كل عام، وذلك من أجل تشجيع الصحفيين للمنافسة من أجل الإبداع من خلال المواضيع المختارة والتقارير. رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديدوني جولاباي نوه عن الهدف من تنظيم هذه الجائزة قائلا بأن الجائزة جاءت بهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين للنهوض بالقطاع الإعلامي في تشاد. وفي نهاية المناسبة أعلنت لجنة التحكيم أسماء الصحفيين الفائزين في هذا العام في الصحافة المكتوبة. فاز الصحفي نادي دوبي فلورا، وفي الإذاعة الوطنية فقد فاز الصحفي جبريل نوح الوالي، أما في التلفزيون فالفائز هو آدم عبد القادر، حيث تكفلت لهؤلاء الفائزين السفير المغربي لدى البلاد بتذكرة طيران للذهاب إلى المغرب، كما تم تكريم 3 من وسائل الإعلام وهما إذاعة الحرية وصحيفة تشاد إنفو وأنجمينا بي إبدو. نظم أمس اتحاد مؤسسات دعم اللغة العربية ندوة علمية بعنوان الزواج المبكر وأثره في تعليم الفتيات، وذلك لصالح طالبات الثانوية الكويتية. ويدخل هذا النشاط في إطار الأسبوع الوطني لدعم اللغة العربية. المناسبة رأس رئيس اللجنة التحضيرية العليا للأسبوع الدكتور قمر محمد قمر أحمد خميس جمعة. تامة وتلهف جلست الطالبات للاستماع إلى موضوع الندوة العلمية الزواج المبكر وما أدراك بالزواج المبكر وأثره على مسيرة تعليم الفتاة. فبعد الاستماع إلى خير الكلام القرآن الكريم، تناولت المتداخلة الأولى في الندوة حليمة آدم يوسف معلمة بالثانوية الكويتية الحديث، حيث عرجت إلى تعريف الزواج وأهميته في حياة الإنسان بأنه سنة من سنن الفطرة وضرورة من ضرورات الحياة، يحفظ النسل والأنساب ويحفظ الإنسان من الفواحش، وله فوائد لا تحصى. فالزواج إيجابياته أكثر، أما السلبيات التي تحدث قد تكون بدخول العادات والتقاليد مما يمنع أحيانا في مواصلة البنت للدراسة. بينما المتداخلة الثانية الدكتورة عائشة أمين عشر محاضرة بجامعة الملك فيصل، تناولت مدونة الأحوال الشخصية والتي جاءت بدخول المستعمر، وهي غريبة عن المجتمع وتهدف إلى تدمير القيم النبيلة. جاء ربط هذه المدونة بأنها تخالف ما وضعه القانون التشادي. طبعا القانون التشادي هو كان لديه فكرة أنه بكثرة التعددات تحترم الخصوصيات. من ثم تداخل العديد من الطالبات بأسئلة واستفسارات، حيث أكد معظمهن بإيجابيات الزواج الشرعي المبكر ولا يمنع البنت الدراسة، فقط يتوقف الأمر إلى الطالبة مدى توافقها بشؤون البيت والدراسة، في حين أن بعض الطالبات يرين أن الزواج المبكر له سلبيات، حيث أن معظم الأزواج يمنعن الفتاة للمواصلة، كما قدمت المحاضرتان بعض الوصايا إلى الطالبات وأولياء الأمور والحكومة ضرورة تسهيل العملية التعليمية للبنت بعد الزواج حتى تنال شهادات عليا. من ثم قدم ممثل الاتحاد العام
لمؤسسات دعم اللغة العربية كلمة أشاد خلالها بجهود المدرسة وإدارتها ووقوفها الدائم مع الاتحاد في تنفيذ أنشطته، وطلب من المجتمع الاهتمام بتربية وتعليم البنت. بناء الأمة يعتمد على بناء البنت اللي هي ستصبح زوجة وستصبح أم، وهي في الأساس أخت، وبالتالي حجر الزاوية لأي عملية تنمية منشودة أساس هذه العملية هي المرأة. ختمت الندوة العلمية بكلمة مدير الثانوية الكويتية الأستاذ أحمد الطيب الذي قدم الشكر للاتحاد والمحاضرتين، وطلب من الفتيات الاستمرار في طلب العلم من المهدي إلى اللحدي وفي مختلف التخصصات. قدم اليوم صندوق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مشروع مراقبة الحدود النهرية في تشاد معدات لوحدات الشرطة النهرية، وذلك من أجل تأمين الحدود. إشراق عبد الله رحمه. سعيا إلى تعزيز دور رجال الأمن ومختلف وحدات الشرطة الوطنية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، جاء تقديم هذه المعدات لوحدة الشرطة البحرية تمثلت في زوارق بحرية ودراجات نارية وأجهزة مراقبة وغيرها بما يسهم في حفظ الأمن العام وتأمين الحدود ومكافحة الجرائم. وبهذا الشأن أعرب ممثل مشروع مراقبة الحدود البحرية بيام جون بودا بأن هذه المعدات تساعد وحدات الشرطة البحرية على أداء مهامها بصورة جيدة، خاصة عمليات مراقبة الحدود الذي يشكل تحديدا أمنيا لهذه الأماكن. نائب مدير الشرطة البحرية والجوية أشاد بهذه البادرة التي قام بها الاتحاد الأوروبي، وقال إنه شريك أساسي للبلاد في مختلف الجوانب سيما الجوانب الأمنية. نشكر للبروجي كوجنتا من جوك، يعني شكر كما ما قصروا خص فرونتالير ذاته كي ممكن تماني كي بنو دا كمان حسب دا السيشن أنا هنا بكان الغالين دا وقص آخرين في البحر ذاته كتير كي بنو. يذكر أن هذه المساعدات ليست هي الأولى من نوعها، بل التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي تجاه أفراد الشرطة الوطنية لمختلف وحداتها. نظم البرنامج الأممي لرعاية الأمم والطفولة اليونيسف ورشة تدريبية حول سوء التغذية لإصالح بعض البرلمانيين والصحفيين، كان ذلك بفندق ريزيدنس. عايش أحمد تكي. محاربة سوء التغذية والحد منه والتعرف على الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إصابة الأطفال والأمهات المرضعات والعمل على تسليط الضوء لإيجاد الحلول المناسبة له هو ما دفع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف بتنظيم هذه الورشة التدريبية حول سوء التغذية، وذلك لصالح شبكة البرلمانيين والصحفيين في مجال الغذاء باعتبارهما الشريحة المعبر عن الحالة الاجتماعية للمواطنين. العديد من المداخلات قدمت خلال هذه المناسبة من قبل ممثل منظمة اليونيسف ورئيس شبكة البرلمانيين، حيث تمحورت جلها حول أهمية التغذية في بناء شخصية الإنسان. الشيء اللي ممكن كصفقة يعني أنا في الديفلوبمنت إيكونوميك ده بكون إلا بنادم يأكل عادي يشرب عادي اليوم قبل يرفته المرقنا فوق ده. اليوم انا انتوني يعني مسكوا لي الحربه عشان نمشي نجافي ضد الاتوم النيتريكسيون. هذه الورشه التي استمرت لمده يومين تساعد الصحفيين والبرلمانيين بتكثيف التوعيه للسكان باهميه الغذاء في الحياه اليوميه. جرت اليوم بكنيسة الرب الكائنة بحارة باري كونغو بالدائرة السادسة مناسبة تشيع جنازة الفقيد جوماجينا الملحق الإعلامي بوزارة الإعلام الذي توفي الأحد الماضي. المناسبة كانت بحضور أقارب وأصدقاء وزملاء الفقيد. تقرير حسن جدعان. إنها لحظات أكثر من هزنة بالنسبة لأقرباء وأصدقاء وأبناء الراحل جيم أوغينا ديمكري الملحق الإعلامي بوزارة الإعلام. هي لحظات إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه حيث توفي بالمستشفى المركزي هنا بالعاصمة أنجمينا جراء مرض ألزمه الفراش شهورا. ولد الفقيد عام 62 بفورت لامي أنجمينا حاليا. قبل وفاته شغل الفقيد العديد من المناصب
في مجال الإعلام، كان أولها مكلفا بالمعدات بوزارة الإعلام، من ثم عين مديرا للموارد البشرية بالإذاعة الوطنية. بعد سنوات عاد جيم ليكون مسؤولا لشؤون الموظفين بنفس الوزارة، حيث كان آخر منصب له حتى تاريخ وفاته ملحقا إعلاميا بالوزارة. وعلى حسب شهادة زملائه بالمحنة وأقربائه، ترك جيم أوغينا مجالا واسعا في الأسرة والعمل والكنيسة، لأنه كان متقنا ومحبا لعمله منذ أن التحق بالمجال الإعلامي حتى آخر لحظات عمره. رحل الفقيد عن هذه الدنيا تاركا خلفه أرملة وثمانية أبناء. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.